السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الملف دوت احنا شايفين الشغل هنا طلع بلون باهت شوية، والدور ده طلع شكله معقول، شكله كويس. طب ليه المشكلة دي حصلت؟ ممكن يكون نوع ماتريال؟ لا، بعمل سيلكت بلاقي الماتريال عادية، نفس الماتريال الموجودة في الجزء اللي تحت. طيب امال ايه المشكلة؟ المشكلة موضوع فيسز. احنا عندنا هنا في المانش بلاقي عندي حاجة اسمها فيسز، دي تبقى مهمة لو انا عندي المشروع بتعمل على كذا مرحلة، فاقدر اقول مثلا المرحله دي هيتعمل فيها كذا والمرحله دي هيتعمل فيها كذا، يعني دي اللي بتنفذ، ده اللي بتنفذ في المرحله الاولانيه، ده بعد كده، ده بعد كده، وهكذا. وتقدر تشوف فيس فلتر لما بختار شو اول ايه اللي بيشاف، لما بختار مثلا شو كومبليت ايه اللي بيشاف، لما بختار شو داينامو ديمو ايه اللي بيشاف، وهكذا. ده هنا بختار برضو ايه الاشكال، لما تكون مثلا حاجه اتنفذت، حاجه ما اتنفذتش، حاجه جديده، حاجه تمبوراري بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي مثلا هنا مش محتاج الموضوع دوت، فانا ممكن اقول له مثلا انا عايز تخيل لما اقول له شو كومبليت في حاجات بتختفي، ممكن اقول له لا انا مش عايز اي فلتر خالص، هيبدأ كل الشغل مجرد ان انا قلت له ايه فلتر نون، خلاص كده كل الشغل هيظهر معايا بدون اي مشاكل خالص. وانت ممكن تقول له انا دلوقتي في المرحله كذا، ممكن تقول له مثلا في مرحله اكسيستنج، في مرحله تنفيذ، فلما تيجي تقول له شو اول هتلاقي كله اختفى. تمام، فهمنا الفكره. دلوقتي احسن حاجه تنتغل الفلتر خالص وتشتغل بدون فلاتر، الا لو انت محتاج الموضوع دوت، فساعتها بقى تقول له بقى ايه انا عايز مثلا اشوف لحد المرحله، انا دلوقتي مثلا في المرحله كذا، في المرحله كذا، وكل عنصر من دول تقدر تعلم عليه وتقول له ده في اي مرحله. تمام، يعني تقول له ده مثلا ده اكسيستنج، ده فعلا متنفذ فلازم يظهر،